لما كبر وعرف إن والدته متوفية وإنه هذه خالته وعرف وهو كبير، كان نفسه يشوف صورة لها، نفسه يعني بس يشوف صورة أو أحد يوصفها يقول له يعني. فما كانش ليها صورة للأسف، على يعني خالته ما كانت بتقول له إنه ما كانت تحب تتصور. فكان هادي الناحية كتير مأثرة في نفسية طلال كتير كتير، لدرجة إن يعني كان لما بيجينا أحد يزورنا من عيلته، ست كبيرة مثلاً، فكان يقعد زي الطفل والله جنبها يسألها كيف كان شكلها، بالله يوصفي لي كيف يعني، كانت بيضة ولا صمرة يعني، كان شعرها طويل ولا قصير. فكنت أقول له يا طلال أنت عمرك يعني 60 سنة لسه يعني مأثر فيك إن أنت ما شفت صورتها؟ يقول لي ما تتخيلي قد إيش يعني، نفسي أشوفها، نفسي أحد يوصف لي كيف شكلها كان. كانت توصف له، كانت شكلها كده، عينيها كده يعني. أفتكر مرة كنت أنا وأختي صغيرة بنلعب، ودخلت علينا ست كبيرة كانت تقرب لبابا، بس فهو كان قاعد يتكلم معاها بس، فكان قاعد يسألها إنه يعني صوفي لي كيف كان شكل أمي وزي كده، إنه ما كان يعرف كيف شكلها بس. فكانت تقولي كانت تقريبا كانت شبهك، فقعد يقول لها لا أنا يعني أنت تقولي إن شكلها حلو، أنا مو حلو، فأكيد مو شبهي. سألها طب ما في أحد من عيالي يشبهها؟ طيب فإحنا كنا بنلعب جنبها يعني بس. فلما شافتني قعدت تقول يعني قربها مني خلينا أشوفها كويس بس. فلما قربت قعدت تبكي وقعدت تقول كأنها أمك، عينها ويعني وخشمها وحتى يعني الخل اللي جنب يعني في خدها كله شبهها بس. فمن بعد ذيك المرة كل ما عدي من جنبه دائما يعني يبوسني مكان الخال.